بسم الله الرحمن الرحيم. اسم التاريخ عبد الله بن محمد السعيدي ولايه الخامورة. شيخ عبد الله، ما هو انطباعك مع هذا الحضور الكبير؟ والله انطباع لا يوصف، خاصه ان تنظيم جيد وفي مكان نحبه كثير ولايه الرينا طبعا. ما يعرف اي ارض الجو او يعرف ايضا روح الدوام. جميل. طبعا هذه اسماء جميله. رساله تحب ان توجهها للمشاركين؟ الحضور والانتظام، الانتظام في حسب التعليمات الصادرة من اللجنة يكون أفضل وأحسن. حتى ما أبرز مكتسبات التي سيجدها المشارك هنا؟ أول شيء أمور سياحية. جميل. سياحة. ثاني شيء لياقة بدنية. جميل. رياضة. نعم. وأيضا التعارف، أهم شيء التعارف بين الأخوة العمانيين. نعم. من عدة مناطق. جميل. وهذا وحده مكسب كبير. جزاك الله خير، سعيد بالحديث إليك، بارك الله فيك.